السلام عليكم ورحمة الله. نكمل سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. هناخد النهاردة إن شاء الله أدوات النكرة. أدوات النكرة هي الآ والآن. الآ بتيجي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ساكن، زي أبوك كتاب، أقايت طائرة ورقية، أباج شنطة. الأدوات النكرة بتدل على المفرد، يبقى ما أقول أبوك يعني معناه كتاب واحد، أقايت طائرة ورقية واحدة، أباج شنطة واحدة. ان بتستخدم قبل اسم المفرد المبدوء بحرف متحرك. الحروف المتحركة هي الاي والاي والاي والاو واليو. يبقى الان قبل حرف متحرك للاسم المفرد او حروف العلة اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. لاحظ هنا كلمة اج بيضة اولها حرف الاي وهي من الحروف المتحركة او حروف العلة، فكتبت هنا ان اج معناها بيضة واحدة. ان اليفنت يعني فيل واحد، ان انت نملة واحدة. يبقى الفرق بين الآ والآن كأدوات نكرة. الآ بتيجي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بحرف ساكن، مثل أبوك، أقايت، أباج. أما الآن تأتي قبل الاسم المفرد الذي يأتي بحرف متحرك. الحروف المتحركة هي الإي والإي والأي والأو واليو، زي ان إج بيضة، ان إليفنت هيل، ان انت نملة. الاستخدام بستخدم امتى ادوات النكره؟ تستخدم ادوات النكره مع الجنسيات والوظائف. الجنسيات مثلا زي ايجيبشن اللي هي مصري، والوظائف زي فيت طبيب بيطري، فاقول افيت ان ايجيبشن مصري، افيت طبيب بيطري. مع الامراض فلو فرضنا مثلا كلمه كولد معناها بارد، لو حطيت لها الاء اداه النكره اصبحت نزله برد، اكولد نزله برد. بستخدم مع الجنسيات والوظائف والامراض. مع التعبيرات الدالة على عدد معين، زي ما أقول أقابل يعني زوج، من قبل زوج. قبل التعبيرات الدالة على الثمن والسرعة والنسبة، زي ما أقول أن أور يعني ساعة، أن أور يعني ساعة. يبقى استخدام أدوات النكرة مع الجنسيات والوظائف، مع الأمراض، مع تعبيرات دالة على عدد معين زي أقابل، قبل التعبيرات الدالة على الثمن والسرعة والنسبة مثل أن أور يعني ساعة. بالنسبة لأداة التعريف ذا، التعريف ذا اللي هي بمعنى ال بتساوي ال في اللغة العربية، بتستخدم إمتى؟ تستخدم قبل الاسم الذي أصبح معرف نتيجة لذكره للمرة الثانية. يبقى قبل الاسم المعرف نتيجة لذكره للمرة الثانية، زي ما أقول I saw a man that looks like you، أنا رأيت الرجل اللي شبهك. زمان هنا بدأت بزهو، زمان was wearing a blue shirt، الرجل كان يلبس تي شيرت أو قميص أزرق. هنا استخدمت زي قبل كلمة مان لأن ذكرته للمرة الثانية. I saw a man that looks like you، رأيت الرجل الذي يشبهك. The man was wearing a blue shirt، كان بيلبس قميص أزرق. عند تحويل الصفات إلى جمع، زي كلمة poor، poor يعني فقير، فحولها the poor يعني الفقراء. ريتش غني، ذا ريتش الأغنياء. قبل أجزاء الجسم، زي ما أقول ذا هيد الرأس، ذا هارت القلب. قبل الألفاظ الدالة على الزمن، زي ما أقول ذا بريزنت الحاضر، ذا باست الماضي. يبقى هنا في الصفحة دي استخدام ذا قبل الاسم الذي أصبح معرف نتيجة لذكره المرة الثانية. عند تحويل الصفات إلى جمع، زي بور يبقى ذا بور. قبل أجزاء الجسم البشري زي ذا هيد الرأس. قبل الألفاظ الدالة على الزمن زي ذا بريزنت الحاضر. تستخدم ذا برضو قبل أسماء الأنهار والبحار والمحيطات والسفن، زي ما أقول ذا ريد سي البحر الأحمر، ذا ريفر نايل نهر النيل. قبل الأسماء السياسية للدولة، زي ما أقول ذا أرب ريبابليك أوف إيجيبت جمهورية مصر العربية، ذا أرب ريبابليك أوف إيجيبت جمهورية مصر العربية. أسماء القارات والدول والمدن لا تأخذ زي ما عدا دولة الكونغو والسودان. دولة الكونغو هقول ذا كونغو، السودان ذا سودان. قبل أسماء الجبال والمناطق التاريخية، زي ما أقول ذا هولي لاند الأرض المقدسة، ذا هولي لاند الأرض المقدسة. استخدم أيضا قبل الاتجاهات، زي ما أقول ذا نورث الشمال، ذا ثاوث الجنوب. طبعا ذا إيست الشرق، ذا ويست الغرب. يبقى قبل الاتجاهات بستخدم زي. قبل صيغة التفضيل اللي هي بمعنى الأفضل، the most الأكثر، the longest الأطول، the tallest الأطول. يبقى قبل صيغة التفضيل the most، the longest، the tallest. شكرا وسلام.